وعينيه بتبص لحبوب بتسألها، وحورية ردت عليه: ما فيش حاجة يا عاطي، الموضوع ان انا حامل. بص لها من غير ما انتبه اللي هي قالت: بعد الشر. قطع جملته لما فهم قصدها، وبص لها بنظرة استفهام اللي قالته، هزت راسها ليه بتأكد على كلامها: انا حامل. حامل بطفل يعني بيبي ابني، يعني هكون اب ابني منك كده؟ نزل من على السلم، شاف عاصي وكمان في نفس الحاله: انت كمان المره دي بتتوحم على ايه؟ عايزه منك اجيب لها منين انا دلوقتي؟ طبعا القليل بتطلب حاجات تتاكل عادي، مش زي المجنونه بنتك ده عايزه تاكل رنجه مع ايس كريم فانيليا. ازاي دي رنجه على ايس كريم؟ ممكن السر انها حامل في توام وكل منهم واحد يعني طلب حاجه معينه؟ بجد بصله بغيظ وسابه ومشي. عاصي لحق بيه: استنى خدني معاك، حوريه ممكن تكوني لما جبتلهاش المانجا. كان مالنا ومال الجواز بس قوي. الحقني يا بجد انا بولد. لا لا انت لسه قدامك شويه، عايزين يخرجوا امنعهم يعني؟ الحقني يا بجد وانت ساكت، انت سبب في الوجع لنا في ابن منيره. كان بيطلعها ملوب سعاده وفرحه غامره: بنتي نسخه مني، الحمد لله ان ابني مش شبهك وشبه ابوه. الممرتين بصلهم من دهان: لا حضرتك ده ابنك ودي بنته، انتوا بدلتوا الاطفال. كل واحد بص منهم للطفل اللي شايله وبدلوهم: خد حفيدي وهات بنتي، وانت كمان هات ابني وبالراحه على حفيدي، انا ليا اتنين كده ناقص واحد. الممرتين كانوا بيبصوا لبعضهم بحيره وعدم استيعاب من اللي قالوه من شويه دول، لحد ما انتبهوا الصوت بجد تاني: انا ليا اتنين كده ناقصني واحد.